كان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلي أخيهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، لدى وصوله إلى البلاد صباح اليوم للمشاركة في ختام تمرين أمن الخليج العربي واحد. كما كان في الاستقبال عدد من المسؤولين بالمملكة والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين.